دلوقتي تعالوا نشوف اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده في سياق هذا التقرير. بالنسبه للاخبار اللي هتحصل النهارده، هتستضيف جامعة الدول العربية اجتماع الدورة 70 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب ورياض العرب برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس. والنهاردة تنطلق فعاليات معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين بجامعة حلوان تحت شعار لون حلمك من أجل مصر. هيشارك في المعرض طلاب كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية والفنون التطبيقية إلى جانب الطلاب الموهوبين في مجال الفنون. والنهاردة هتنظم مديرية الصحة في المنيا قافلة طبية علاجية بقرية السلام بمركز بني مزار على مدار يومين متتاليين 28 و 29 فبراير ضمن مبادرة حياة كريمة، وده في إطار خطة تقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيراً عليهم.